شوفي شو جبت لك. تعي شو تجيب لي ابن عمي. روح الله يعطيك لحتى يرضيك. بتستاهلي أكتر من هيك. حاجتك بقى. أصلاً أنت مو شاطر إلا بالحكي. شفتك شلون مو قادران تحكي كلمة قدام مرتك هالكرنيبة. وحياة عينك لأشتري لك بيت وسجله باسمك. استني علي شوي لحتى بيع البيت الكبير اللي عندي وسجله كله باسمك. كلي من إيدي. باكلها بس بشرط. شرطي؟ إش كان بتحبني عن حقه حقيقي تعمل اللي بقلك عليه. وهيك لا حفيظة ولا ابنك ولا بنتك بيحسوا على شيء. ما فهمت. بتجيب حجة البيت الكبير وبتسجل لي باسمي. وهيك لا من شاف ولا من ديري. ايه تقبرني. هيك بصدق انك عن جد بتحبني. ايه بس ما بدها صفني. بعدين انا لازم اضمن حقي لانه انا وياك متجوزين بالسر. لا عيني. السلام عليكم. أهلين يا أبي. يلا بس تكي وبيكون الغدا جاهز. لحظة، شو عاملة غدا اليوم؟ عملت لك برغل وبطاطا بمرقة بس بدون لحمة، هيك أمي بدها. أي معلشي معلشي، الدنيا بعسر ويسر إلا ما تفرش. آمين يا رب. يلا يا أبي معناها بس شوي وبصير الغداء. لا 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 تحطي غدا، ما بدي أتغدى. ليش يا رجال؟ والله أنت صايرة صحتك على قدك وما عم تاكل وكل شيء عم تعمله من شاننا نحن. لا تاكلي همي. طيب تعال نشرب قهوة، القهوة جاهزة. شو عليه؟ روحي جيبي فنجان. أي حاضر يا ما. يلا. وأحلى فنجان قهوة لابن عمي. الله يسلم هديات يا رب. بس طبعا. حاجة بس قلي ابن عمي. ايه؟ كيف الشغل هلا؟ الحمد لله ماشي الحال، مستورة. ايه الحمد لله. بتعرفي يا بنت عمي؟ خير ابن عمي؟ جاي على بالي بيع هالبيت وفرج حالنا فيه. يو انت شو عم تحكي؟ ايه مثل ما عم قلك، بيت كبير وما في داعي لإله، منبيعه ومنشتري بيت على قدنا صغير ومنمنا والباقي يعني ها منشوف حالنا. اوعك ابن عمي، والله إذا بعيش على الخبزة والزيتونة ما حنفرط بهذا البيت، روحي معلقة بحيطانه. شو بك يا حفيظة؟ لا تعلي صوتك بوشي. ايوه يعني إذا ما زبطت أمورنا منبيع البيت. بس يا أبي والله حرام تبيع هالبيت. خلصي وليه؟ فوتي لجوا. أمرك يا أبي. مشان الله ابن عمي روح، مشان الله روح. لك آخ أنا بدي روح، لك مخنوق أنا لك يا حفيظة والله مخنوق. طيب طيب الله يخليك لا تتسرع، مشان الله والله أنا روحي بهالبيت والله. لا إله إلا الله. خلص إن شاء الله بصير خير بصير خير يا رب. شلون يعني بده يبيع البيت ونحن وين بدنا نروح بحالنا؟ قال بده يشتري بيت أصغر. يا مو مش كان انا بدي اتزوج وين بدي اروح بحالي؟ ما بعرف ما بعرف ما بعرف. انا ما رح خليه بهالبيت لانه انا روحي معلقه فيه. وانا كمان يا مو. لك انا بس بدي افهم ليش بده يبيع هذا البيت؟ عم بيقول انه شغله بالبوايكيه مو منيح وانت شايف حالنا اللي صار فيه. ايه بس يا مو شغلنا بالبوايكيه ماشي حاله والحمد لله. بس ابوك هو هيك عم يقول؟ ايوه يا مو في شيء؟ لا لا يا مو ما في شيء. شباك ولا؟ خيرتني لسه رايح جاي مثل مكوك الحياة. شباك يا بي صحي بدك تبيع بيتنا؟ ايه هيك عم فكر. ليش يا بي؟ حدا بيبيع بيته؟ ك
شو بقى؟ مالك شايف الظروف؟ بس يعني ظروفنا منيحة يا بي، مو مثل ما أنك قايل لأمي. بعدين أنت معيشنا بالقلة. خلاص ولا؟ بدي أحكي بأدبك مع أبوك. بعدين يعني الحالة دائرة بالشغل. بس يعني ما أنا دائرة يا بي. أيوه، وأنت شو فاهمك بالشغل؟ أنت شو فاهمك بالحسابات؟ أنا يلي بقرر، أنا يلي بعرف شو عم بيصير. نعم من خلقتي ولا؟ نعم من خلقتي. هيك تقبرني. هلأ عرفت قديش أنت بتحبني. حتى تعرفي غلاوتك عندي. لك الله يخلي لي إياك وما يحرمني منك. اشتقت لك ما اشتقت لي؟ أنا؟ اشتقت لك خيرات الله. إيه، لازم روح، تأخرت. لا تقبرني، خليك شوي، لسه ما شبعت منك. على قلبك. يلا. شو يلا؟ منو انتي؟ بعد من وشي. تعالي هون يا حرمة. منو انتي؟ عليا؟ اي عليا. ليش انحول عيونك ابن عمي؟ ابن عمك؟ انت حفيظة المهرشة، مرته لابن عمي. شو عم تعملي هون يا مجنونة؟ لك شيلي ايدك عني. من انتي وليك؟ انا صاحبة هذا البيت حبيبتي. شو؟ مثل ما سمعتي. كخرسي. حبيبتي، انا مرته لابن عمي، وهذا البيت صار لإلي، وهي حجة البيت اذا بتحبي تشوفيها. ليش؟ عيشت له بالقلة وما قلنا لا، اتجوزت علي وما حكيت، بس تخلصك البيت؟ يا حيف عليك، يا حيف عليك. ابو شوكت، طلقني وخذ مرتك وولادك وتيسروا، شنو انا بعته للبيت واصحابينه جايين بكره يستلموه. لك انت شو عم بتقولي؟ مثل ما سمعت. يا بنت الحرام. لا تعالي هون. شوكات قتلتها؟ يا بنت الحرام. آه. آه.